رحب مطار البحرين الدولي ترحيبا خاصا بالمسافرين القادمين من مختلف دول العالم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. نعم، حيث نظم المطار مجموعة من الفعاليات والاحتفاليات المميزة ذات الطابع التراثي والثقافي، وتضمنت الفعاليات عرضا موسيقيا للفنان البحريني محمد أسيري من فرقة البحرين الموسيقية بمشاركة أعضاء كورال الفرقة، وسط تفاعل من الجمهور الذي استمتع بالجو الطربي العام، علاوة على تقديم الضيافة العربية البحرينية الأصيلة، كما وقدم موظفو المطار الذين توشحوا بالعلم البحريني الهدايا التذكارية للقادمين والمغادرين عبر مطار البحرين الدولي. هذا وعبر منتسبو ومنتسبات شركة مطار البحرين خلال الاحتفال عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي تعد فرصة يستذكر فيها الجميع المسيرة التنموية الوطنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي مكنت المملكة من تبوء مكانة رفيعة في مختلف المحافل الدولية. حبهم في فؤادي بحر ما له مقاييس، داخل غرقوني في السويدة لهم نهار عامرة بالأحاسيس، بس لحيروني وحبا يا رسول السلامة لا تخيب غيروني، وبسألك عن البحر صراحة أنا من دخلت المطار يعني تحس انه فرح، عيد، سرور. اجواء المطار من الاستقبال الى التوديع الى الضيافه الى الفرقه الموسيقيه اللي قاعده تحيي لك الاغاني الوطنيه الشعبيه البحرينيه. طبعا مثل ما تشوف ان المطار مزين باعلام البحرين، الموظفين نفسهم واقفين برا المحلات طبعا لابسين الباجات والاشياء اللي ترمز للبحرين، طبعا الاغاني الوطنيه اول ما تدش الدوتي فري، فشعور حلو. بشرفنا انه نكون يعني هلا بالمطار بمطار البحرين اللي هو عمران، مثل ما انك شايف في زحمه، الناس كلها مبسوطه وكل هالايفنتس اللي عم تنعمل اراوند. بنوجه تحيه للجميع اللي كانوا محضرين لهذا الايفنت، وبهذه الطريقه كمان نحن بنوجه كمان تحيه لكل الشعب البحريني وبنقول له هابي ناشونال داي لكم. طبعا يوم جيت المطار شفت الفعاليات وكانوا حدهم يعني وناسه وشي، ويوم شفت الناس مستانسين بصراحه انا بعد استانست، وكل عام البحرين بخير. طبعا اول ما جينا المطار كانت الضيافه حلوه وشفنا الفرقه ويعني صورنا واستانسنا، وكل عام البحرين بخير. والله الشعب السعودي والشعب البحريني يعني ما يحتاج اخوان، ودائما دائما يعني العلاقه وطيده، وحنا بنشارككم اكيد الفعاليات زي ما شاركونا ما شاء الله تبارك الله، ومنطلقين الآن للفعاليات بإذن الله. المملكة العربية السعودية والبحرين دولة واحدة وأشقاء، ودائما أنتم تشاركونا في مناسباتنا، واليوم إن شاء الله نشارككم في مناسباتكم إن شاء الله. نهني أنفسنا ونهنيكم باليوم الوطني، ونهني القيادة الرشيدة، ودامت دياركم عامرة بالأفراح. توي واصل من سلطنة عمان لمملكة البحرين، صراحة جو وشباب وشعب طيبين صراحة، الله يطول أعماركم، جايين نشارككم هذه الفرحة، فرحة العيد الوطني. جايين اليوم نحتفل في الويكند مع أهل البحرين زي ما هم دايما يحتفلون معانا، وكل عام والمملكة بخير. جاية البحرين بمناسبة العيد الوطني البحريني، وجاية أحتفل معاهم وأشارككم الأجواء الحلوة. والله إحنا جينا بالويكند نشارككم فرحتكم، إن شاء الله قاعدين بالويكند لين يوم العيد الوطني عندكم، ودامت الأفراح بيننا وبينكم.